بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. حضرات السادة والسيدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، ففي سورة البقرة قول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. حضرات السادة والسيدات، تشير هذه الآيات إلى أن صوم شهر رمضان فريضة على كل مسلم ومسلمة في كل عام متى ثبت دخول الشهر برؤية هلاله أو بإكمال شهر شعبان 30 يوما إذا تعذرت الرؤية. وصوم شهر رمضان أحد أركان الإسلام 5 التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور الذي رواه ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. حضرات السادة والسيدات، وإذا كانت الأجساد تنشط وتتمتع بكل ما أحل الله من طيبات، وتهفو النفوس إلى كل شهي في المنظر والمطعم والمشرب، فإن ربيع الأرواح في شهر رمضان، حيث يكون صيام الجوارح عن الأذى وانقطاع المشاعر عن الهوى، يستقبله المسلمون بعد 11 شهرا قضوها في جهاد العيش واستجلاب الرزق وصراع المادة، وقد تكدر فيها القلب وتبلد الحس الرفيع وتلوث الضمير بما ران على القلوب من صخب المعاملات وتكاثر المظالم والحادثات. يهل الله هذا الشهر المبارك على أمة الإسلام فيجلو فيه صدورهم بالذكر، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ويطهر نفوسهم بالعبادة، ويزود قلوبهم بالأمن والسكينة، وبما يقويها على احتمال الفتن والمحن في دنيا الآمال والآلام بقية العام. ومن ثم كان صوم شهر رمضان في شرع الله الإسلام طهورا مما اكتسبه الناس من رجس، وهدية في حرب القوت، وروحا في مادية هذه الحياة. شهر رمضان يشترك المسلمون في صومه، ويكثرون فيه من الذكر وتلاوة القرآن ومدرسته، ويتأدبون بآدابه وأخلاقه، فيغضوا أبصارهم عما حرم الله، ويغذوا بصائرهم بالتفكر والتذكر والصلاة، ويكفوا ألسنتهم عن الفحش، ويصموا آذانهم عن اللغو، ويغلوا أيديهم عن الأذى، ويصدوا أهواءهم عن السوء. حضرات السادة والسيدات، هذا الشهر ليس في الحقيقة واحدة من الأشهر، وإنما فصل نفساني كفصول الزمن في دورانها، لكنه في حلوله يحمل السحب كما يحمل الغيث، ومن عمله إمداد الحياة بوسائل لها ما بعدها من إحياء الإرادة الحازمة وتنمية الوازع الديني في قلوب الصائمين، ليظل حارسا مهيمنا ومرشدا طوال العام. فالصوم جنة أي وقاية، كما جاء في الحديث الشريف، وفيه اتقاء ضرر لجلب منفعة، وإعراض عن رذيلة لجلب فضيلة. وإلى هذا أشارت آيات الصوم في قوله سبحانه: لعلكم تتقون. فتقوى الله ومجاهدة النفس هما الغاية من هذه الحكمة، وقد اجتمعتا في قول الله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فالخوف من الله هو التقوى، ونهي النفس عن الهوى هو المجاهدة. تلك حكمة من حكم شرعية الصوم. هذا ولرمضان سمات يرعاها الصائمون، بل والمفطرون على حد سواء. فالسكير يهجر الكأس، والمقامر يترك الورق، والشرير ينسى أو يتناسى شروره وجريرته، وكلهم يتشبهون بالصالحين الطائعين، ويتقون الشبهة ويصنعون المعروف. حضرات السادة والسيدات، فلنستقبل شهر رمضان بالبشر والترحاب وبالنية الصادقة، بوصفه موسما دينيا يرتبط فيه المسلمون بأسباب القرب إلى الله، حيث يقبلون راضين على الصوم والذكر والصلاة وتلاوة القرآن دون إخلال بالأعمال والإنتاج،
ودون افتعال للمغاضبة والمشاحنة احتماء بالصوم، إذ الصوم شريعة معبرة يتعود بها المسلم الصبر والحلم وحسن الخلق وصحوة الوازع الديني. حضرات السادة والسيدات، كل عام وأنتم بخير، وأهنئكم بحلول الشهر الصوم، وأدعو الله سبحانه أن يمن على أمة الإسلام ببركة هذا الشهر الكريم شهر القرآن بالخير والسعادة والحسنى وزيادة، وأن يجعله طهرة للقلوب وجلاء للبلاء والفرقة والاختلاف. وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.